بسم الله ما شاء الله. شوفوا على شميشة كاينة اليوم تبارك الله صلى على النبي. شميشة عندنا خارجة بزاف كثرت ما حنا ولفنا الشتا ولات كيعجبني الحال بزاف ملي كنشوف شميشة. ما دايراش لا فون دو تا لا بيبي كريم لا والو صراحة خايفة على البشرة ديالي. مي كاين البرد راه كاين البرد شفتو انني يلاه مدوشة. غادي ندير هاد السان كريم ديال بيادي كوزميتيكس. ديما البنات كنبارطاجي معكم البنات اللي كيتابعوني في انستغرام تيك توك. شوفوا اللي عندهم مشكله في البشره ديالهم هذا البنات سان كريم وفي نفس الوقت البديل ديال فون دو تان او داك البيبي كريم كيعطيك واحد التغطيه غزاله للبشره ديالك وكيحميها لك من الشمس. هو كريم دو جور وفي نفس الوقت سان كريم حيت فيه الاس بي اف 50. هاد لاغام البنات بيادي كوزميتيكس هي لاغام صراحه اللي كناخذها الى عقلتو عليا. البنات ديال اليوتيوب كنحس براسي في داري لانكم نتوما متبعيني من قديم. فالى عقلتو على البشره ديالي شحال هادي كان عندي الكلف كان عندي بزاف تاع المشاكل. الحمد لله صراحه دابا تهنيت منهم ولا عندي اللون موحد في البشره ديالي ما عنديش لا ساغ الا عندك الحبوب الا عندك الطبايع في الوجه ديالك وبغيتي كله يولي فيه لون موحد ضروري خاص تكون عندك هاد لاغام ديال بيادي كوزميتيكس. وتا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من شوفيه ديال البشره الا عندك البشره جافه اولا لا عندك البشره دهنيه. نتوما البشره ديالي دابا بلا مكياج بلا والو وغادي نمشيو نتقداو انا واسراء سوسو. قولي هاي. هاي. ايوا دابا يا اختي اجي نعاود لكم اللي ما عنده هم تولدوا ليه حمارته. انا كنت جالسه راه معايا ما بيا فايقه عادي نورمال قلت غنبدا معكم الفلوك كما جا صنع ليا عمر. قال لي ابشري. قلت لي اش من ابشري حنا فاش كنا في السعوديه جبناها معانا حيت في السعوديه اللي دويتي معاه تقول لك ابشر على اساس انه زعما مرحبا نعم لالا نعم سيدي. قلت لي تتقول لي يا خويا في هاد الحر والطنطينه اشنو غتقول عاد ديك الساعه نجاوبك واش ابشر واش انا تعطيني باتساه. قالت لي خويا اختي قال لي واش كاين شي شهيوات. دابا انايا لوسي مولفه كل عام كنصايب لينا شهيوات وكنصيفط ليه وكنقول له اجي وكنعطيه وكنقول له شنو عجبك حيت هو مولف ماكلاتي من مره كيقول لي هذيك الحاجه الفلانيه تنصايب ليه. هاد العام تزوج مي مسكينه مرتو خرجت تتولد من الزهر اللي عندي عرفت وجاها واحد الوحم صعيب وانا يا اختي نقطه الضعف ديالي هي الوحامه صراحه. شحال بنت هنا في الانجليز مسكينه كتكون كتوحم كتقول يلاه شهيتيني في الحاجه الفلانيه تنقول لها يا اجي عندي للدار كولي نصيفط لك. شحال من وحده صيفطت لها مسكينه حتى للدار في سبيل الله من واحد الناحيه ومن ناحيه اخرى. كنحس براسي اكثر وحده كنحس بالناس اللي كيتوحموا وحمهم صعيب عرفتوا علاش حيت انا كدوز عليا في الوحامه كدوز عليا. ايوا يا اختي مسكينه هذا العام جاتها مكرفصه وزيدون هي ما هي مغربيه ما هي عربيه ما كنظنش كاع تكون كتعرف لهاد الشيء هذا ديال رمضان وهاد التخربيق هذا. ايوا يا اختي دابا قلت ليه اش غادي نقول لك دابا انت جيتيني انت عرفتيني انا عيانه. قال لي واش بغيتي نقول له راك عيانه ما قادره ديري والو ما عندكش الكان راه ماشي مشكل نقول له ما وجدنا والو. قلت ليه اخويا ضحك فيا الناس والعائله خليها بيناتنا. قال لي انت كتحطيها في الفيديوهات ديالك انك ما غديري والو. قلت له هذوك راه بنات بلادي ما يعني كيفهموا حنا عندنا هادشي في التقاليد ديالنا. ما قلت انا ما تشوه فيا ما فيهاش ما عندها كانا. قلت انا غنمشي نخرج دابا نتقدى مشكله ما عارفه من ندير غادي نشوف شنو غنلقى ونصايب شي حاجه بسيطه لانه فريمون والله ما عنديش الكانه خايفه نقاد وما يجيش داكشي زوين ونتحشم. المهم يلا نزلوا اسراء قولي هاي قولي سلام قولي انا زوينه يا عم. اسراء خيبه اسراء خيبه لا اسراء زوينه اسراء الحب. يلا نمشيو نتقداو البنات على هي بغات تبقى حدايا نتقداو كل شويه هاربه باقا معذباني لدابا ما بغاتش تخليني نتقدا في خاطري. يلا دفعيها دفعيها دخليها تما دفعيه دفعيه برافو غنمشي للدار عاد نوريكم شنو تقدي هنا. شوفوا دخلت بقات كدير في العكا كتعذبني ما بقيتش نحمل نخرج معاها. شوف ما بغاتش تطلع الطوموبيل شوف كي الحمقى الراجل طالق اغنيه وهي قالت تابعها اش انا ما بقيتش نخرج انا نتقدا مع اسراء نهائيا. طلعي ني صمتا هانتي عرفتي دابا غادي ندير لها بالقتيل ما كتبغيش. عمو بوليس غادي يضربني اجي ندير لك سميطه عندي لك سميطه ديري صمتا علاش ما تبقايش ديري رجليك هنا كتوسخي خاخي. شوفي كي درتي خاخي تما شكون دار خاخي تما تاتا فين قطع
تركب معنا حنا شي طاطا يا اختي نالي على كدابه بوحاطيه. شكون شكون دار خاخي تما كدير هي الحاجه وكتسميها في الناس؟ باقين انا وياها في نفس المشاكل نفس العذاب نفس كل شيء. لبست هاد العبايه البنات اللي كنت خديت من السعوديه عطول جاب اليوم زوين. بدلت حوايجي وغنمشي نجيب دابا البنات ونجي. شوفوا شحال ديال الشميشه باينه في الكاميرا الشميشه بزاف. غنمشي نجيب بناتي من المدرسه ونجي. ما لبسناش الجاكيطات ما لبسناش الجاكيطات حيت الجو اصلا سخون. لا ما غنمشيوش في الطوموبيل سوسو. المهم نمشي نجيب بناتي من المدرسه عاد نرجع نكمل ديك الساعه ان شاء الله الروينه ديالي. ايوا هنايا البنات من بعد ما رجعت من التقضيه انا واسراء طبعا لقيت ما نعاودش لكم واحد المشكل مع ديما ديما هاد المشاكل كنلقاو معاها ولا تتجري تتبغي تمشي ديال كاع البلايص. صافي هنا بتزربه بدلت عليا لبست البيجامه وبديت كنقاد. المهم جبت هذاك الشيء اللي ضروري ما خشاي منه لينا حنا للدار اليوميات وجبت معايا السبانخ كثيره ما عرفتش تقدروا تشوفوها باش بغيت ندير واحد الحشو لولد عم عمر او لوسي كي كنقول ليه. هو علاش؟ لانه دابا هادشي ديال الرضاعه انا ما فاهمهاش مزيان. عمر مرضع مع اخته مرضع مع بنت عمو وكيقول لهم كلهم خوتي. المهم اللي كتفهم في هادشي تشرح لينا في التعاليق واش دابا هما كلهم بصح كيتسماو لويسي ولا غير هي اللي كتسمى لوستي. ما علينا هو مسكين عزيزه عليه انا وعزيز عليا الصراحه حتى هويا ديما مهلي فيا ومولفه اصلا ديما كان صايب ليه قبل كاع ما يتزوج مولفه نصايب ليه الشهيوات في رمضان وداك الشيء. فصافي ما كنت معوله الصراحه غادي نقاد والو واخا انا كيغلبني فقر الدم قلت كوميم غنبقى كل نهار داك الشيء اللي كتاب غادي نديرو. مع ذلك غلبني وجهي منين كعسو عمر قال لي واش كاين شي شهيوات قلت ما يمكنش نخليه وعاد مرته مسكينه كتوحم حامله ما تقدر دير والو راه انا نصايب شي حاجه ونصيفط ليهم. هنا لقيت هاد الورد انا كنعشق كنموت على شي حاجه سميتها الورد. المهم دايره هاد الباص الشرجم عندي اللي كيشوف على الزنقه وعندي واحد راه كاين في البيت ديالي فيما كنلقى هكا الورد الفريش كنجيبو هكا شي بوكي زوين. صافي جدت هاد البوكي تا هو على هذاك وقديتهم وراه صايبت ليهم بالسبانخ واحد الحشو كما قلت لكم راني ما صورتوش. من بعد ان شاء الله منين نبغي نديرو لداري انا ديك الساعه نصورو لكم ونوريه لكم. فوالا صافي هنايا كنت كنبقى غدا افيري اميجي الحاجه اللي درتها كنجمعها هنايا كنت بوز عليكم مع الورد وجات الوقت باش نمشي نجيب ايفا من المدرسه. بناتي كندير لهم ديك افتر سكول كلوب عندهم ديك كلوب من بعد المدرسه مشكله الصراحه. كنبقى غدا جايه هنا كانت عندي الدولمه اللي ديجا انا مصايباها البارح يعني نهار قبل وغديت بناتي حطيتها ليهم. صافي وكنبقى دوك كنقي بلاصتي وكنقاد لانه الا فتحت الى الروينه تجمعات عليا صافي مشكله ما نقدر ندير حتى شي حاجه. مازال حطيت لهم هنا من بعد ما طبعا لبست لهم بيجاماتهم هكاك مشعكين درت لي بعدا واحد الكويس انا ديال الزعتر درت معاه واحد هكا ساشيه ديال اتاي وعمر درت ليه الزعتر راسو وكليت مع ديك البقلاوه ديال الكاوكاو اللي كنت وجدت معكم قبل. صافي هنا كان ديك الساعه طبعا عمر رجع من الخدمه ونط غسلت عاوتاني دوك الماء النيت اللي كلينا فيهم وبناتي كانوا كلاو سيريير وداكشي كيف ما قلت لكم ديما كنبقى غدا خطوه بخطوه نوسخ من هنا نغسل لهنا نخوي البوطاجي من هنا نخوي الطبله من هنا حيت الا تجمعات عليا الروينه ويدي بوحدي راه مشكله. عزيز كنت عارفه هاد الليله هادي تابعاني ليله طويله غنصايب الحشو والمالح وغنصايب البريوات وغنصايب سلو في نفس الليله داكشي اش ما نعس شوف الاخر تليتها في السبيطار حتى الاخر وغتشوفوا معايا شنو طرا. فصافي هنايا نتوما كي كتشوفوا كملت المعنات غسلت البوطاجي حكيتو هكايا باش صافي كيما قلت لكم نبدا الروينه ديالي لان اصلا سلو البريوات الروينه ديالهم يا ربي راه ما كتقاداش اختي ويدي بوحدي. انتما البنات قررت ندير اللوز. المهم هنا راني دايره واحد الشوربه ديال العدس ما عليكم داكشي قررت ندير اللوز قررت ندير سلو فقلت غادي نصور لكم هكايا لقطات من التحضيرات ومن بعد ان شاء الله نوريكم الطريقه باش صايبتو باش كيفاش غنصايبو. انا هنا دابا تنطحن وتنسخن في المقله كلشي على المقله. قالت لي ماما ديري الفران بنتي باش يسهل عليك. واخا الصراحه هي ماما من النوع اللي كتسخن في المقله قالت لها غادي ندير طريقتك غادي ندير كيف ما كديري انت حتى من التسخينه غنسقن في المقله بحالك. شوف دايره هنا الطحين تيتحمر تراول هيها. المهم من بعد غنقول لكم المقادير وكلشي.
البنات انا دابا غادي نبدا بالتخليطه ديال السلو. ما عرفتش الكاميرا كيفاش كتبان الصراحه لانه دايره للجهه الاخرى، دابا انا كنصور باللور ما كنشوفش راسي. المهم هنايا بغيت نوريكم المقادير قبل ما نبدا نخلط. انا غادي ندير غير القياس ليا انا والعمر لانه حنا ما شاء الله ماشي كثارين، حيت غادي نصور لكم ريل فما عرفتش واش غنصور لكم التخلاط ولا لا. المهم ها انتما معايا البنات. هنايا بالنسبه للمقادير درت نص كيلو ديال الطحين اللي حمرته في الفران، عرفتوا قلبني راه تحرق ليا من بعد، عرفتي هذا الضحك وهذا النشاط اللي كتشوفوا كامل دازت عليا في السبيطار. من بعد ونعاود لكم نص كيلو ديال الطحين اللي حمرته مزيان في الفران، درت معاه كيلو لاروب ديال اللوز. اللوز ما قليته ما حتى شي حاجه، هكاك بقشورو كما شريته سخنته مزيان وطحنته، ما فسخته ما سلقته ما والو. انا بغيت هذا السفوف هذا اولا هذا السلو يجي صحي ويجي زوين كيف ما كانت كديروا لينا ماما وكيف ما عمر نيدق عند ماما. ورمضان هذا ما بغاش انا ناكل الدهنيات ونخرج على راساتي، فشديت اللوز كيلو لاروب كما قلت لكم 750 غرام مع نص كيلو ديال الزنجلان اللي تا هو سخنته ودكيته، ومع واحد 300 غرام بالضبط ديال الكاوكاو اللي تقريبا هرمشته كامل، خليت شويه القشور اللي دازوا ليا وحتى هويا سخنته وعاد دكيته. بالنسبه للدكان كلهم نص دقيته ملكوك ونص دقيته هكا شويه مهرمش صافي. هانتوما كتشوفوا انا وعمر هنا كنخلطوا، والله الا زعما الصراحه استمتعنا. درت معلقه كبيره ديال النافع، ها هي كيزيدها عمر، ومعلقه كبيره ديال حبات حلاوه مدقوقين خصهم يجيو ملكوكين ديال بصح، كيعطيو واحد المذاق زوين هنايا في السلو. وهنا درت معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال المسكه الحره مدقوقه مع السكر سنيده. انا ما درتش السكر نهائيا كما قلت لكم بغيتو يجي صحي، فدرت 125 غرام ديال الزبده الماركه المزيانه، ودرت هنايا العسل عندي هذه فيها ربعه فبقيت كنزيد تقريبا شد ليا واحد 200 مليلتر ديال العسل اولا 200 غرام مع ديك الزبده، وعاد زلافه ديال الزيت تقريبا واحد الرابعه هكاك ولا قول 200 غرام ولا 200 مليلتر ديال الزيت، زيت الزيتون حتى هي. انا يعني كلشي درته صحي، ما درتش نهائيا ديك الزيت الروميه. ما الا نتوما عندكمش وعندكم غير زيت الروميه ضروري خصكم طيبوا ديك الزيت الروميه حتى يطلعوا فيها هكا الفقاعات اولا الطبخ، عاد باش تزيدوها ما تزيدوهاش خضره راه غضركم. انا درت هنا زيت الزيتون، العسل الحر 100% حر، ما دخلتش نهائيا السكر وعرفت وجا بنين، وهنايا كنت كنحركو ودرت قبيصه ديال الملحه باش كيجي المهم ما كيجيش هكاك مسوس. اسر اروال وما خلاتنيش تحرق لي الطحين، وكنت انا سهرت هنا راه كنت صايبت البريوات. من بعد ان شاء الله الى عاودتهم نصايبو نوريهم ليكم، لان هادو كلهم عطيتهم لوسي، وصايبت حتى واحد المملحات حتى هما عطيتهم لوسي. فما علينا، ضليت مشغوله ديال بصح نهائيا ما ساليتش ونسيت راساتي ما كليتش، وبقيت كنشرب في القهوه. هنايا راني سبارطاجيت معكم ستوريات في الانستغرام، راه تقريبا هاد الوقيت اللي انا كنقاد سلو اولا كنخلط هكا في سلو راه تقريبا 6 ديال الصباح، فاللي كله دوزتو الربعه ثلاثه جوج داك الوقت كله انا دوزتو غير في كملت البريوات وبديت تسلو صافي. كتحركوهم مزيان على حساب نتوما بغيتوه يجي جاري كتر من هكذا كتزيدوا شويه ديك الزيت اولا العسل، ما بغيتوش يجي بغيتوه بحال هاد الطريقه اللي انا درت ليها. كتكتفيو غير بهاد المقادير اللي عطيتكم انا بالضبط. داقو هنا عمر قال لي تبارك الله عليك عمر كيخلوها البنات كتبوا لي في الانستغرام والتيك توك حير لك عام على الفولاره. الوظيفه المهمه ديالو قال لك هي قاد لك فولارتك. صراحه هو عجبو الحال مسكين، قال لي ضروري خصنا نقادو شي حاجه هكايا لرمضان منها يعطي. هو نورمالمون هذاك ماشي لوسي ماشي خو عمر، هو ولد عمو، ولكن ختو خت هذاك ولد عم عمر مرضع مع عمر. المهم قضيه شويه مخربشه ما تفهموش مزيان هكا جا سلو، عرفتو جا غزال وبنين كيحمق. وطبعا شاركت معنا اسراء، ومن بعد صافي طاح طيحه وحده حتى هزني عمر، تحسيت براسي بعدا اولا كيعطيني في الماو السكر حيت طاح ليا الطونسيون، عيطت لومبيلونس قالوا لي واش تقدر تجيبها انت ولا نجيو حنايا ناخذوها. عرفتو واحد الحاله ملي مشيت قالت لي راه كيعيك التعب والارهاق وما واكله حتى شي حاجه والطونسيو طايح ليك الاربعه ديال الدرجات، وانا نقول ليها راه شربتي 5 طيسان ديال القهوه. قالت لي في خبارك كنتي غادي تمشي فيها، كنتي تصفيها لراسك بهذه القهوه اللي كنتي كتشربي على الجوع، ولكن الحمد لله. المهم هو التحضيرات ديال رمضان وهكا اسره مع بعضياتنا، وما بغيتش راجلي انا يتقلق، بغيتو يفرح اول مره غادي يقول لي نوضي قادي شي حاجه، واصلا اول مره نقاد سلو انا وياه. فصافي الحمد لله داكشي داز زوين، ولكن الحمد لله دابا راني كنحس براسي بخير. المهم هو نفرح راجلي وندير اجواء رمضان عندي في الدار، نفرح بنياتي في هذه العواشر هذه. ها انتم البنات شوفوا هادشي اختي راه غير اسراء، ها انتم كتلعب ديت باللوز اسراء اللي دارت هاد قوت اللوز من الفوق، عرفتوا جا بنين غزال وخفيف يا
يعني ما كي ماشي ثقيله على المعده، فغادي ينفعنا صراحه في رمضان. وانا ما درتش السكر نهائيا، في السكر جا قياس جا غزال، ضروري خاصكم تجربوه. عمر غادي يقول لكم كيجي سلو، كيجي سلو اول مره غادي ديروا انا كامل من الاول حتى الاخر، كيجا زوين بنين سيريسلي ياك. قول لهم يديروا ضروري يجربوه ياك، حيت ما فيش سكر. وعمر ما عندوش مؤخرا ما بقاش كيعجبوه نهائيا ياكل السكر. داك البيبي وري له، ونقصنا من السكر بجوج بينا. شوفوا اسراء، شوفوا اسراء. عمر تيقول لي خليها خليها، عاجبها الحاله خليها تصايب. شوف دارت لينا قوات لينا اللوز تمايا، ف جا زوين ضروري تجربوه.